السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح إن إحنا كمؤسسة منح من كل الألوان بنوفر العديد والعديد من الخدمات، زي منح دراسية مضمونة القبول في الصين، خدمة تقديم على عقود عمل في أوروبا، دورات وكورسات في هولندا، تقديم على المنح الدراسية، خطابات دعوة والعديد من الخدمات. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الأوروبية القوية، وهي دولة فرنسا. المنحة دي اسمها منحة إيفل للتميز، تمام؟ والمنحة دي هي عبارة عن منحة مقدمة من كامبوس فرانس بالتعاون طبعا مع الحكومة الفرنسية، بحيث إنها توفر تمويل للطلاب من خارج فرنسا إن هم يدرسوا في فرنسا، تمام؟ المنحة دي متاحة لجميع الدول للتقديم عليها، كمان انها متاحه لدرجه الماجستير والدكتوراه. يعني لو انت في اخر سنه من البكالوريوس او خلصت البكالوريوس، وفي اخر سنه الماجستير او خلصت الماجستير، تقدر تقدم على الدكتوراه، بتقدر تقدم على درجه الماجستير ايضا. يعني متاحه الماجستير ومتاحه للدكتوراه. طيب بالنسبه للتمويل الخاص بالمنحه دي، المنحه دي فيها تمويل ممتاز جدا. الناس اللي هتقدم على درجه الماجستير هيتم تمويلهم بمقدار 1118 يورو شهريا عشان تدعم لك تكاليف المعيشه والسكن وغيره. بالاضافه كمان هيتم توفير تذاكر الطيران، هيتم توفيرها ايضا، والنفقات التنقلات الداخليه والتامين الصحي. ده بالنسبه للماجستير. طلاب الدكتوراه هيكون ليهم راتب مقدره 1800 يورو شهريا، بالاضافه طبعا لوسائل التنقل وتذاكر الطيران والتامين الصحي، وكمان المساعده في الرسوم الدراسيه، تمام؟ طيب بالنسبه للمجالات المتاحه عندنا مجالات عديده جدا، مجالات هندسيه، مجالات ادبيه وعلميه. في شرط مهم جدا ان المنحه دي الحد الاقصى للسن للتقديم على درجه الماجستير 25 سنه، والحد الاقصى للسن للتقديم على درجه الدكتوراه 30 سنه، تمام؟ طيب المنحه دي مطلوب فيها انك تملا، طبعا يعني لازم الاول تجمع اوراقك وترتب كل اوراقك وتحط السيره الذاتيه بتاعتك، شهاداتك الاكاديميه وما الى ذلك. اخر ميعاد للتقديم هو في اكتوبر 2024، تمام؟ ده بالنسبه للناس اللي حابه تبدا في بالنسبه للفصل الدراسي اللي هو ربيع 2025، وايضا متاحه للدراسه في خريف 2025. فالديدلاين هنا غير معروف لانه بيعتمد على حسب السمستر اللي انت مهتم بالدراسه فيه، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي بقى ننتقل للجزء الخاص بالتقديم ونعرف ازاي ممكن نقدم المنحه دي خطوه بخطوه. ودي هنا القناه الخاصه بينا، هتلاقوا طبعا عليها جميع فيديوهات المنح اللي احنا بنعرضها وجميع الخدمات اللي احنا بنوفرها، وده الموقع الرسمي الخاص بينا. طبعا في هذا الموقع الرسمي هتلاقوا كل شيء، مقالات عديدة جدا، آراء زورنا، من نحن، موضوعات عامة، المنح الدراسية، كل شيء هتلاقوها في الموقع الرسمي الخاص بينا. ودي طبعا مقالة المنحة بتاعت اليوم اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، منحة ايه للتميز في فرنسا، وكل التفاصيل موضحة هنا. المنحة متاحة لإيه بالظبط، تمويل المنحة نفسه قد إيه، المعايير الأهلية للتقديم، كل حاجة موضحة هنا، تمام؟ يعني كل حاجة تلاقيها موضحة بهذا الشكل، وهنا طبعا المستندات المطلوبة، الموعد النهائي، كل شيء موضح هنا. وعشان طبعا انت تقدم على الفرصه دي هتلاقي بعض الروابط هنا. طبعا لو انت حابب تقدم على الفرصه دي من خلالنا، تضغط على رابط خدماتنا الاضافيه، هيفتح معاك كل الخدمات الخاصه بينا، تمام؟ تقدر تطلع على كل الخدمات الخاصه بينا من هنا. مثلا لو انت حابب تقدم على المنحه دي من خلالنا، منحه ايفل للتميز، فهتلاقي هنا عندك خدمه التقديم للمنح، فمثلا تضغط على تقديم الان، هتفتح معاك استماره التقديم، تمام؟ وتملا الاستماره دي، وخدمه العملاء طبعا هتتواصل معاكوا وترتب ليكوا كل شيء بعد ملء هذه الاستماره. طبعا في خدمات تانية عديده جدا ممكن كمان تطلعوا عليها وتشوفوا الخدمه المناسبه اللي انتوا مهتمين بيها وتملاوا الاستماره الخاصه بيها. طبعا هنا دي المقاله هنرجع ليها تاني. عشان تقدم على المنحه دي هتضغط على كلمه قدم الان لو انت عايز تدخل للاعلان الرسمي للمنحه. تضغط على كلمه قدم الان، هيفتح معاك الاعلان الرسمي بهذا الشكل. ده الاعلان الرسمي الكامبوس فرانس اللي هو المسؤول يعني عن استقبال الطلبات. طيب هنا بيشرح لك عن المنحه، طبعا هنا الكلام باللغه الانجليزيه، طبعا تقدر تترجمه باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، انا موقع باللغتين، باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، تمام؟ وهنا دي بعض الطلاب اللي تم قبولهم وهم بيتكلموا. هنا كاتب لك بقى شرح تفاصيل المنحه، هنا دي برزنتيشن اوف ذا فرانس اكسلنس ايفل سكولرشيب، وهنا بيقول لك اهداف المنحه ايه، ايه المجالات بتاعت الدراسه، كاتب لك هنا مجالات الدراسه، عندك مجالات هندسيه، مجالات ادبيه، تمام، تاريخ ورياضيات، انجنييرنج، هتلاقي مجالات عديده جدا. بيقول لك الليفل بتاع المنحه دي
هو الماجستير والدكتوراه. مدة المنحة عندك في نوعين من الماجستير، اللي هو ماجستير سنة واحدة، ماجستير سنتين، والدكتوراه 3 سنوات. تمام، كاتب لك هنا البنفيتس انكلودد، ايه هي الحاجات المتضمنة في المنحة. بيتم اعطائك راتب شهري مقداره 1181 يورو. تمام، ودي عشان طبعا تكاليف المعيشة والسكن وغيره من الاشياء. بالإضافة كمان بيتم مساعدتك في الرسوم الدراسية، وكمان في تذاكر الطيران، في الترانسبورتيشن كمان بيتم مساعدتك. وبالنسبة للدكتوراه بيتم إعطاء الناس اللي هتقدم على الدكتوراه 1800 يورو، وده مبلغ طبعا ممتاز جدا. فدي بالنسبة للتفاصيل. بيقول لك عشان تقدم بقى، ركز بقى معايا في النقاط دي، عشان تقدم أنت بتمشي على مرحلتين، خطوتين. الخطوة الأولى إنك لازم تتواصل مع الكامبوس فرونس، اللي هو كامبوس فرونس أو السفارة الفرنسية الموجودة في بلدك، لأن هي المسؤولة عن الترشيح بتاعك. تمام، بتتواصل معاهم تعرف منهم تفاصيل أكتر. طبعا لو أنت مش عارف تتواصل معاهم أو مش عارف إزاي ممكن تقدم، ممكن إحنا نساعدك ونتواصل مع الكامبوس فرونس الموجود في بلدك أو مع السفارة الفرنسية، ونجمع كل المعلومات ونبدأ إن إحنا نساعدك في التقديم خطوة بخطوة. وبعد كده لازم تتواصل مع الجامعة اللي انت مهتم بيها، يعني ايه المؤسسة اللي انت مهتم بيها او الجامعة اللي انت مهتم بيها، ولازم تبدأ تتواصل معاها وتعرف التقديم هينتهي ليها امتى. تمام، كاتب لك هنا it's up to you to choose the school or university that best fits your plan for studying in France، وليك حرية الاختيار، تختار الجامعة او المؤسسة اللي انت عايز تدرس فيها في فرنسا بدون اي مشكلة. الخطوة الثانية بعد لما المؤسسة طبعا بتقبلك، بيتم التواصل ما بين المؤسسة تمام واللي هو إدارة المنحة. تمام، وبيتم تمويل من الفرانس اكسلنس ايفيال سكولرشيب، من هذه المنحة بيتم تمويل دراستك في هذه المؤسسة اللي انت اخترتها. تمام، فدي بالنسبة لكيفية التقديم والتفاصيل. طيب هنا كاتب لك بعض المقالات الإضافية، لو انت حابب تقرأ تفاصيل اكتر ممكن تدخل على الملف البي دي اف ده وتقرأ تفاصيل اكتر عن المنحة دي. تمام، ده بالنسبة لتفاصيل المنحة والتقديم بتاعها بشكل بسيط. هي ملهاش ابليكيشن، هي الفكرة كلها انك بتقدم في الكامبوس في قنص او السفارة الفرنسية، وبتختار الجامعة اللي انت مهتم بيها وبتقدم ليها برضو، وبعدين بيتم من إدارة المنحة بيتم تمويل دراستك في الجامعة اللي انت اخترتها بنفسك واتقبلت فيها. تمام، واحنا ممكن ننظم لكم كل ده بدون اي مشكلة خالص، ونساعدكم في تنظيم كافة الملف والتقديم ليكم بشكل احترافي ان شاء الله. كده شرحنا كل التفاصيل المنحة، اكيد لازم تدخل الموقع الرسمي وتتعرف على تفاصيل اكتر بنفسك. شكرا جزيلا لكم، اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.